كلام كتير جدا بمناسبه النهارده يعني في حلقه السادسه هنقدم لحضراتكم. تواصلنا الحقيقه مع المسؤولين في اوكلاند سيتي، اولى مواجهات الاهلي، مواجهه من وجهه نظرهم وحسب تصريحاتهم شايفينها مواجهه ثاريه، هي مواجهه طبعا كاس العالم للانديه انطلاقه المشوار. اوكلاند سيتي مش جديد علينا، في مواجهه وحيده، انت بتتكلم على اول وتاني اكتر فرق مشاركه في كاس العالم، وكان الفرقتين دول اوكلاند سيتي ب 10 مشاركات، الاهلي السنه دي ان شاء الله النسخه دي 8 مشاركات، هم زعماء، هم اللي مسيطرين على المناطق بتاعتهم، هم اللي مسيطرين على القارات بتاعتهم، لانه اوكلاند سيتي ب 10 مشاركات، الاهلي ب 8 مشاركات، ولكن يبقى انه الاهلي طبعا افضل انجازا. واللي ما يعرفش او اللي ما يتابعش اوكلاند سيتي، خليني اقول لكم ان الفريق ده فاز ببرونزيه كاس العالم 2014، وكان المفترض انه يشارك معانا في نسخه 2020، لكن طبعا في النهايه اعتذروا بسبب انتشار فيروس كورونا، والبطوله اتلعبت من غيرهم، والاهلي حقق فيها البرونزيه. عارفين الاهلي كويس جدا، مذاكرين الاهلي كويس جدا، حافظين الاهلي، وعارفين انه الفرقه دي وصلت للتتويج او وصلت لمنصه التتويج وفازت باثنين برونزيه على التوالي في مشاركه كاس العالم. فريقهم اللي هيشارك السنه دي فريق جديد تماما، يختلف تماما عن اخر مشاركه ليهم، اخر مشاركه ليهم كانت في 2017. بالاضافه